لما تسعى خارطة الطريق لإصلاح التربوي لتعزيز دور المدرسات والمدرسين كفاعلين في قيادة التغيير بمختلف المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية من خلال جعلهم متمكنين من مهنتهم ويحظون بالتقدير اللازم ومحفزين وملتزمين كليا بنجاح التلاميذ. ولكي يتم هذا التحول العميق في أدوار المدرسات والمدرسين، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، نذكر من بينها الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة، وذلك من خلال إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساس ومراجعة وتجويد البرامج والمناهج المتربطة بها، وبالإضافة إلى الارتقاء بالتكوين المستمر لما له من أثر على تجديد وصقل الكفايات المهنية وتطوير الممارسات داخل الفصول الدراسية ذات الأثر الملموس على المتعلمات والمتعلمين. كما تشمل هذه المبادرات أيضا تحفيز هيئة التدريس، إذ بذلت الحكومة مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم، وهو ما سمح لي بالاستجابة لمختلف مطالب وانتظارات الأسرة التعليمية التي عبروا عنها لسنوات طويلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين دخلهم وتوحيد مساراتهم المهنية وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني وتسوية مجموعة من الملفات العالقة والرفع من جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار لها. وقد شكل إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية التي تسري مقتضياته على جميع موظفي هذه الوزارة لحظة فارقة في مسار تتمين وتحفيز الموارد البشرية وفق مبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق. وأود بهذه المناسبة أن أجدد التنويه بالمقاربة الشراكية الفعالة التي تم اعتمادها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي كان لها دور كبير في نجاح مسار الحوار الاجتماعي القطاعي، وسنواصل مسيرة العمل معها بنفس هذه الروح الإيجابية، إذ نعتبرها شريكاً كذلك في تنزيل الإصلاح التربوي وفي مواكبة كل المبادرات الرامية لتتمين مهنة التدريس. كما تولي الوزارة كذلك عناية خاصة لتحسين ظروف اشتغال الأساتذة وتمكينهم من تجهيزات ووسائل العمل الرقمية وتزويدهم بالمقاربات والأدوات البيداغوجية الناجعة وتوسيع هامش المبادرة لديهم وتأطيرهم ومواكبتهم في الميدان، فضلاً عن الاعتراف بنجاحاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد عملت على تأهيل هياكلها التنظيمية وتحقيق موائمتها الاستراتيجية مع متطلبات الإصلاح التربوي، وإدراج هيئة تضمن جودة المحتوى التعليمي كالمركز الوطني للأستاذية من أجل السهر على ضمان جودة التكوين الأساس والمستمر. كما تشمل هذه الهيكلة الجديدة المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، وكذا المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.